السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من الساحات الغربية، تحديدا من أمام باب الملك عبد العزيز، تحديدا من أمام باب الملك فهد. راح ناخذ جولة سريعة في ساحات الحرم، بعدها نخرج على مواقف كدي. خلوكم معنا في هذه التغطية وإلى هنا. ما شاء الله بدأت عمليات النظافة سواء في الساحات أو في صحن المطاف أو في أروقة الحرم. ما شاء الله، شوفوا هذه المجموعة كلها داخلة على صحن المطاف، مفتوح صحن المطاف للدخول جميع الناس تقريبا، المعتمرين وغير المعتمرين، تقريبا فترة معينة ويقفلونها فقط، يخصصونها للمعتمرين فقط مع بداية موسم العمرة وبداية توافد المعتمرين من كل مكان. ما شاء الله، هذه الساحات يعني قبل شروق الشمس نشوف الأجواء على الجهات الغربية، كان في رطوبة، كان في يعني جو مختلف. ما شاء الله، بدينا نشم ريحة الغسيل، ريحة المعقمات. ما شاء الله، طبعا أنسب وقت للعمرة الآن الساعة 10 في الليل إلى تقريبا الساعة 3 الفجر، وتقريبا بعد الساعة 7 صباحا أو بعد شروق الشمس على الساعة 7 إلى الساعة 12 الظهر 10، هذه الأوقات المناسبة، ما يكون فيها زحمة والزحمة تكون فيها خفيفة. الآن دخول المعتمرين إلى باب الملك فهد. طبعا هذا الدرج، شوف هذا الدرج ينزلنا على نفق السوق الصغير اللي يربط بين طريق جدة وطريق العزيزية. هذا برج التوحيد، جبل عمر، شارع إبراهيم الخليل. وهنا زي ما قلنا دورات مياه للرجال رقم 8، وهنا دورات مياه رقم 6 للرجال، وفي الخلف دورات مياه للنساء رقم 7. وهذا المسار المخصص اللي يربط بين شارع إبراهيم الخليل وساحات الحرم. شوف الآن بعد صلاة الفجر أعداد بسيطة، قبل يومين أو ثلاثة كانت ما شاء الله هذه الطرقات مزحومة، الآن بأعداد بسيطة. طيب هنا ندخل على شركة أبراج مكة، نأخذ فيها جولة سريعة، نشوف المطاعم، الأسواق، المحلات التجارية. وهذه إطلالة صباحية من شركة أبراج مكة على الساحات الغربية. طيب هنا نأخذ صورة جميلة وحنا صاعدين على الأدوار العلوية في أبراج شركة مكة. شوف هذا المسار الجميل، أجواء ما شاء الله صباحية جميلة. وهنا ندخل على الدور السفلي مخصص للمحلات التجارية، وفي محل هنا اسمها لحظة كيف، القهوة السعودية وأنواع القهوة وأنواع التمر وأنواع الضيافة والحلا والكيف، وإطلالة ما شاء الله على الساحات وجلسة جميلة. هنا لحظة كيف، هنا لحظة كيف، وهنا حجام الدلال والقهوة السعودية. طيب وعلشان تجي تطلب من المنيو حقتهم، وعشان تجي تطلب من المنيو تصور الباركود هذا وتشوف فيه القائمة الطلبات اللي عندهم. طبعا من الناس اللي بغينا نسوي لهم اعلان مجاني لكن عيوا على التصوير او منعونا من التصوير، لكن ان شاء الله ناخذ لنا تغطية في باقي المحلات. وهنا نجي ندخل على قسم المطاعم،
عندنا تقريبا مطعم عاشور يقدم خيارات متنوعة، وفي جلسات مطلة على ساحات الحرم. هذا المنيو تقريبا اللي أغلب اللي موجود الآن مشويات. وهذه أحد المطاعم، سمك جريل، من أنواع الأرز، أنواع الإدامات، وتجي على هذه الجلسات وهذه الإطلالة الجميلة على ساحة الحرم. ونجي على هذه الإطلالة الجميلة على ساحات الحرم. ما شاء الله تبارك الله. صراحة هذه الأجواء الفخمة الصباحية شعور جميل مع صباح جميل. وشوف الناس في المصليات جالسين مستمتعين بهذه الأجواء الصباحية الجميلة. والصبح إذا تنفس، ما شاء الله تنفس بإشراقة جميلة، صباح جميل. وهنا شوفوا جلستهم، نجي هنا على طريق المسيال، دائما نشوف فيه الكثافة العددية. من أمام ساحة الحرم، من أمام باب الملك عبد العزيز، تخرج على طريق المسيال باتجاه شارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل. هذه يسمونها ساحة الحمام. الكثرة الحمام اللي تشوفها هنا، وهنا صفوف ولاينات لتوزيع وجبات الإفطار. وهذه المحلات التجارية على اليمين وعلى اليسار. شوف المحل الصغير هذا كيف مستغلين المكان، محل صغير تقريبا نص متر في متر تقريبا. ساعة الفجر، وما شاء الله أحد الماركات الجميلة، بس ما شاء الله مستغلين المكان، وفي مكان مميز وعلى شارع حيوي وإطلالة جميلة، وزحمة ضيوف الرحمن اللي داخلين وخارجين للحرم. شوف لما تشوف هذه الصور وأعداد ضيوف الرحمن وهم خارجين من الحرم بعد انتهاء صلاة الفجر وشروق الشمس، خلاص راجعين للسكن يرتاحون حتى صلاة الظهر. طيب زي ما قلنا هذا شارع المسيال، هذا فندق إيلاف كندا، هذه أحد الفنادق اللي تكون في حضن برج الساعة وما هي مربوطة فيه، يعني فندق مستقل لكنه خلاص ملاصق وفي حضن برج الساعة. وأنا راح أخذ جولتي من هذا المسار وندخل على المطاعم على الحلاقين، وبعدها نخرج على أبراج الصفوة ونتجه إلى طريق أجياد المصافي. شوفوا زحمة ضيوف الرحمن الآن توهم خارجين من الساحات. وزي ما قلنا هذه ساحة الحمام، وهنا شوف
خلاص ندخل الآن على تحت برج الساعة أو البدروم، نشوف فيه في محلات تجارية، في شوفوا ما قد مرينا من هذا المكان، في مسار من هناك، هذه كلها مطاعم، وهذا مسار، ودخلنا على الأدوار العلوية لبرج الساعة. تقريبا هذا المسار دخلت منه قبل 8 سنوات، تقريبا قبل 8 سنوات 10 سنوات. شوف هذا درج، وهنا تدخل على البدروم. هذا الدرج اللي ينزلك من الدور الأرضي لساحة الحرم. طبعا هذا الدرج ينزلك على مواقف السيارات وعلى تقريبا مداخل الفنادق، حتى هذه الأسانسير يطلعك على الفنادق اللي فوق، وهذه وشوفوا في محلات هناك، عالم كبير هنا. أذكر هذا المحل، شوفوا يبيع الذرة قبل 8 سنوات. شوفوا هذا المسار كله محلات تجارية، عطورات، هذا اللبان العماني، شوفوا كل هذه محلات في الداخل، محلات وشوارع كلها محلات، لكن كيف ندخل لها؟ هنا مطعم يقدم لك الأصناف عديدة من المنتجات، ربع دجاج مع الرز، هذه منيو بسيط، هذا العرض اللي عندهم، لكن هناك المنيو الطلبات اللي عندهم مكرمل، وهنا قائمة الطلبات اللي عندهم. طيب وتدخل من هنا على قسم الجلسات للمطعم اللي شفناه قبل شوي، وفي تقريبا كم مطعم، وبعدها تدخل على قسم الحلاقين. هذا نفس المطعم، هذا نفس المطعم، وهذه نفس الجلسات هنا. هنا يقدمون لك المكرونة والكبسة، الدجاج الباكستاني الجميل، برياني، برياني لحم، برياني دجاج، وهنا قسم الإدامات. طيب هنا ما شاء الله عندهم المسالة وإدام دجاج والعدس والبازاليا وإدام مشكل، بعدها تأخذ طلبك وتجي على هذه الجلسات الجميلة، تستمتع فيها بفطور جميل ومميز. طيب وهنا عندهم جلسات جميلة، هذا مطعم مختلف لكن عندهم جلسات جميلة. شوف الإدامات اللي عندهم، هذولا تقريبا اللي قبل يمكن أنظر. بعد ما تخرج من قسم المطاعم تجي على قسم الحلاقين، هذه منطقة الحلاقين، هذه قسم للحلاقين، شوفوا كم محل، عشرات المحلات اللي موجودة هنا كلها حلاقين. هذه وأنت داخل من أمام باب الملك عبد العزيز، وأنت داخل من أبراج الصفوة، من تحت أبراج الصفوة، وأكثر من مرة صورتها لكم. هذه المحلات كلها صوالين حلاقة. بعد ما تخرج من العمرة على طول تجي هنا، هذه أقرب مكان، هذه أقرب مكان، وهذا مطعم العالمية، ويقدمون فيه كذلك فطور. السادة عملائنا الكرام، مواعيد فتح محل كل يوم 24 ساعة على مدار ال 24 ساعة. ما شاء الله أنواع الإدامات، أنواع الإدامات، والدجاج الباكستاني المحمر المقمر، وهذه الكبسات أو البرياني. ونجي هنا على المحلات التجارية اللي يبيعون
أغراض العمرة، وهنا تخرج على باب الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا. شوفوا خلاص المعتمرين بعد ما حلقوا خلاص خرجوا على شوفوا وين، تخرج مباشرة على باب الملك عبد العزيز، وهذا مدخل لأبراج الصفوة. أكيد عرفتم المكان، من أمام باب الملك عبد العزيز مباشرة في المسار اللي فوق اللي يوديك على أبراج الصفوة، وتأخذ المسار السفلي. يا سلام يا زحمة الناس. وشوف وين رايحين الناس، على المطاعم، على المحلات، على الأدوار السفلية، على مواقف كدي. في مسار تنزل له من هنا المواقف كدي، خلوني أوريكم الآن. شوفوا المسار اللي تحت، شوفوا المسار اللي تحت، هذا يوديك على مواقف كدي، وهذا نفق السوق الصغير، وهذه أحد الدرج اللي طلعك على الساحات، وهذه البوابة، بوابة الوقف. حتى شوف وينه مرسوم مقص، وينه؟ ها؟ أيوه هذا ما شوفه علشان عدسة واسعة. طيب خلاص، في دورات مياه للنساء على اليسار، وفي دورات مياه للرجال، هذه رقم ثلاثة. نعم رقم ثلاثة. خلاص خرجنا على الساحات من أمام باب الملك عبد العزيز. هذه الساحات الجنوبية، وهذه الصورة الجميلة لضيوف الرحمن في الساحات. ونخرج الآن على طريق أجياد كدي. وهنا نعود بالصورة للخلف ونشوف فيها صور جميلة لضيوف الرحمن وهم يملؤون ساحات الحرم. طيب الآن نخرج على شوفوا راح تبدأ عمليات النظافة. هذا الشفت الأول اللي راح يبدأون فيه عمليات النظافة، وزي ما قلنا أربع شفتات في الصباح في النهار. والآن نخرج على طريق أجل، وهنا عندنا ساحات الحمام. خرجنا الآن على طريق أجياد، وتحت أبراج الصفوة نشوف المحلات التجارية تحت الأبراج مباشرة في طريق أجياد المصافي. طيب الآن نجي على فقرة القهوة. ونجي على فقرة التمر. التمر من الأنواع الجميلة النظيفة. وهذه زحمة طريق أجياد باتجاه أجياد المصافي، أغلبهم معتمرين. طبعا نشوف زحمتهم أمام مدخل أجياد المصافي ومواقف ريع بخش. ما شاء الله نشوف زحمة الحافلات في أجياد المصافي، أكيد خلاص راح يغادرون. خلاص تقريبا راح يغادرون مكة. نستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه.
وهنا آخر نقطة لوصول سيارات الهجرة. وهنا مواقف ريع بخش، مواقف الحافلات اللي تنقل ضيوف الرحمن إلى من وإلى الفنادق. هذه منطقة دخول الحافلات. وبكذا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.